هاي ساحة لاماستيا لامستايا عفوا في فالنسيا الإسبانية. هذا مجمع العلوم بمدينة فالنسيا الإسبانية، كما نرى عدة مباني وهياكل بنائية مع بحيرات وتفرعات عدة، ونحن إن شاء الله منطلقون الآن إلى هذه. هذه قلعة للأندلسيين في مدينة فالنسيا الإسلامية. وقد وضحت فيها الآثار التاريخية. هذا مضمار مصارعة الثيران، والأمطار تتساقط علينا في هذه الأجواء الرائعة.